هما اللي كانت سانحه. اما من غير هذا ما كانوش يعني فرص، كان استحواذ الكره اكثر من هي فرص اللي تخلقات. كوكب مراكشي متكدس كثير للدفاع، وبطبيعه الحال هذه سياسه او طريقه او خطه اللي مشى عليها هشام الدمعي، يمكن اللاعبين طبقينها بنجاح لحد هذا الشوط الاول. الرجاء البيضاوي المفروض يغير من النهج ديالو الا بغى يوصل للشباك ديال الكوكب مراكشي. نعم، اكيد انه الرجاء كان يعرف يعني قوه الكوكب مراكشي، وان المواجهه لن تكون سهله خصوصا بين الكوكب مراكشي كما ذكرنا حتى في التحليل ديالنا يعني في بدايه هذا يعني المباراه، بانه الكوكب مراكشي المنتج بانتصارين امام شباب الريف الحصيمي امام الجيش الملكي، ولاحظنا يعني الطريقه اللي لعب بها الرجاء. حاولت بكل الطرق من خلال التسديد خارج المربع العمليات، كذلك على مستوى الاروقه، ولكن ما كاينش هناك حلول. يمكن هذه ابرز محاوله تبعنا وتدخل ديال محمد اوزوكا. بالفعل كنظن ماشي الرجاء اللي عرفت قوه الكوكب المراكشي، ولكن انا غادي نقول يمكن الكوكب المراكشي اللي عرف القوة ديال الرجاء البيضاوي، وبالتالي مشى بواحد النهج تكتيكي ناجح لحد الآن، ألا هو التكتل الدفاعي، الشيء اللي يمكن الرجاء البيضاوي ما قدرش يتخلص منه بحكم أن ما كاينش مساحات، وما حاولوش حتى اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي أنهم يخلقوا ذاك المساحات بإعادة الهجمات، لأن كنشوفهم كانوا كيهجموا وكيبقوا في نفس الاتجاه ديال الكرة، وبالتالي بقات مسألة ديال القذف. كانوا جوج او ثلاثه ديال القذفات اللي كان ممكن بالاخص وحده ديال اللاعب متولي اللي كانت في يعني كانت ممكن يجي منها هدف. غير هذا كنا كنشوفوا كيف قلت لك اكثر شيء يمكن نتكلموا عليه استحواذ للكره اكثر من خلق فرص. نعم اكيد بانه لاحظنا بانه الجهه اليمنى متحركه لفريق الرجاء البيضاوي، صعود لامين يعني او زكريا عفوا زكريا الهاشمي، كذلك محسن المتولي من الرواق الايمن، عادل الكروشي من الرواق الايسر، لانه يمكن التكتل اللي كاين ديال كوكب المراكشي فوزي بنزاتي يعرف بانه يمكن استخدام الاروقه يمكن يكون حل من الحلول، ولكن يمكن حتى التمريرات حتى الان لم تعطي اكلها. اللي اكيد الاخ هشام هو ان اكيد ان ملي كتعرف بان وسط الملعب كيكون مملوء انا كتمشي للاروقه، الا ان فريق الرجاء البيضاوي في الشوط الاول شفناه يمكن اكثر في الجهه اليمنى نور عن طريق الهاشمي، يمكن اكثر شيء وجاب ذاك التوفق العددي، ولكن ما حاولش يدير توازن على الجهه اليسرى لان ما كانوش هجمات كثيره على الجهه اليسرى، وبالتالي سهلوا شيئا ما الماموريه على الكوكب المراكشي، لان كان تكدس كثير ديال اللاعبين في المنطقه اللي كيكون فيها الكره، بالتالي من الجهه اليمنى وما حاولوش. انا ملي تكلمت على اعاده تكوين الهجمات هو ان ملي كيكون عدد كبير من اللاعبين مثلا على الجهه اليمنى كان المفروض ان يتم اعاده الضغط ديال فريق الرجاء البيضاوي، وبالتالي الدفاع المتكتل ديال فريق الكوكب المراكشي، الا ان الشوط الثاني اللي ميزوا على الشوط الاول هو كانوا فرص، ولكن للاسف كان التسرع ديال اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي في تسجيل الهدف، وبالتالي حتى اللاعبين بان عليهم توتر وبان داك الضغط اللي على اللاعبين اكثر في الشوط الثاني، وهو اللي عطى داك التسرع اللي ما كانش فيه تركيز باش يسجلوا فيه اهداف. نعم ظهر يعني بانه يعني بنزرتي المستوى يعني التكتيكي يمكن لعب للهجوم بشكل كبير، الوصول لمرمى الحارس محمد اوزوكا بكل الطرق ناورة من اجل يعني تسجيل الهدف، التسديد من اجل التمرير من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى، صعود اللاعبين ديال الاروقه، قام بتغييرين يعني دخول كل من يعني اللاعب صالحي وكذلك بدر كشاني اللي خذا ورقه حمراء اللي اكيد بانه بعثرات اوراق، رغم انه الرجاء فعل كل شيء الا الوصول والتسجيل وهز الشباك. تماما يعني كان ضغط، واللي ميز كيف قلت لك الشوط الاول على الشوط الثاني هو ان الشوط الثاني كانوا فيه فرص حقيقيه للتسجيل، كان تسرع كانت على طريق كل من الكروشي متولي محسن ياجور، يعني كانوا فرص راقي كانوا فرص يعني سانحه للتسجيل، ولكن كان كيف قلت لك كان تسرع ديال اللاعبين، بالتالي ما كانش تركيز وكان ضياع ديال الفرص. هذا ما ينقصش من القيمه كذلك ديال الكوكب المراكشي، اللي نبغي نقول بان اللاعبين لعبوا على حسب الامكانيات ديالهم وكفريق متكامل دفاعيا. يمكن البعض غادي يقول بان الفريق جا باش ما يلعبش الكره، ولكن كتبقى كره القدم هي خطط وتكتيك. نعم. والفريق اللي كينجح هما اللاعبين اللي كيطبقوا التعليمات ديال المدرب ديالهم 100%، وبالتالي كنظن فريق الكوكب المراكشي واللاعبين ديالو نجحوا لهذا. شنو كان كينقص يعني الفريق
بانه يظهر على مستوى الهجوم. كندويو على مستوى الهجوم، واش الدفاع الكوكب مراكشي اللي كان قوي ام فريق الرجاء البيضاوي اللي عجز على الوصول لمرمى الحارس محمد؟ لا بكل صراحه فريق الرجاء البيضاوي اللي عجز باش انه يسجل، لان في الهجمه المضاده والتنشيط الهجومي الاخ هشام كنعرفوا ملي كيكون تكتل دفاعي ديال اللاعبين، فبالتالي المفروض علينا نبقاو وكاننا امام جدران وكنبقاو كنضربوا في ذاك الحائط. فالمفروض توجد الحل. الحل الحل هو ان اللاعبين ملي كيكون تكتل فالمفروض اعاده، وتكلمت عليها في الشوط الاول، اعاده الهجمه وارجاع الكره للوراء، ونحاولوا نخرجوا اللاعبين ديال الدفاع ديال من الدفاع ديال فريق الكوب المراكشي باش نخلقوا ممرات. للاسف ما كانوش ممرات كثيره، اللهم بعد الفرص اللي كانت جات وكانت بالفعل صالحه للتسجيل، ولكن للاسف كيف تكلمت وعاود نكررها مره اخرى، هو التسرع ديال اللاعبين، لان كانوا فرص سانحه للتسجيل ولكن للاسف ما كانش النجاح الدفاعي. نعم. يعني الكوب المراكشي يعتمد على المرتدات الهجوميه، يعني لاحظنا كان يعني محاوله ديال اللاعب كواكو، كذلك كانت خلال ديال سوفيا.